مشهد يدعو إلى التساؤل، لماذا انهارت هذه البناية بفعل الزلزال وثبتت جارتها في أمكنتها؟ سؤال نقلناه إلى المهندسة المعمارية أويلوم التي تجولنا معها عبر بعض الأبنية التي سويت بالأرض في هاتاي، وحاولنا أن نعرف معها الأسباب المادية والإجرائية لذلك، فهي أيضا نائبة رئيس قسم إعادة الإعمار هنا. الأسباب كثيرة، من بينها غياب التخطيط والاستشارات الهندسية أو مشكلات في الأساسات والأعمدة. ثمة أيضا أسباب تتعلق بالغش في مواد البناء كالحديد والإسمنت، وهناك جشع بعض المقاولين في بناء طوابق إضافية لم يكن مخطط لها وغير مرخصة، مما يؤدي إلى زيادة الأحمال على البناية. لا يغرنك الصمود الظاهر لهذه المباني، فهي آيلة للسقوط ولا تصلح للاستخدام، فهناك معايير خاصة سيتم اختبارها قبل إقرار هدمها من عدمه. لا، هذه المباني غير آمنة على الرغم من أنها تبدو كذلك من الخارج، لكن في الداخل الأعمدة ملتوية ونحن نتوقع أن تنهار في أي لحظة. السلطات المختصة هي التي ستبت في أمرها إن كانت ستهدم أم لا، لكن معظم هذه المباني سيتم هدمه. من سكان آمنين إلى نازحين ينشدون الدفء تحت الخيام بعد أن هدم الزلزال وخلخل عشرات الآلاف من المباني. ليس الأمر متعلقا بقدر أو بسوء حظ، بل هناك أسباب علمية تفسر انهيار مبنى وعدم انهيار المبنى الذي بجانبه، وهذا ما ستظهره التحقيقات الرسمية في الأيام المقبلة. فلكل بناية هنا يبدو حكاية. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، هاتاي، جنوب تركيا.